نفسه حسن شحاتة مثلا ونسي هو مين وبيعمل ايه وموجود فين، وهل المكان مناسب لكل اللي عمله ده ولا لا. طول عمرنا عارفين ان المساجد للصلاة والعبادة ودروس الدين، وان لعب كرة القدم مكانه الملعب او جنينة او حتى الشارع. في بيتك يا اخي اعمل اللي نفسك فيه، لكن ايه اللي جاب لعب كرة القدم جوه المسجد لحد بيوت ربنا ولازم وقفة كبيرة؟ تعالوا نشوف الراجل ده عمل كده ازاي، ورد وزارة الاوقاف على الموضوع ده ايه، ومصير الشيخ ده هيكون ايه. انا ملك ريان، خليكم معانا علشان اجاوبكم على كل الاسئلة دي. بالجلابية البيضة والعمة والدقن الوكورة وبهيئة الشيوخ، ده وقت الصلاة. في أي وقت تاني يبقى الكابتن ومدرب الفريق جوه المسجد وحواليه صغيرين من كل حتة، وبدل ما يقعدوا في حلقة حفظ قرآن ولا حلقة علم ولا يزرع فيهم معاني أخلاقية كويسة تتفهم لما يكبروا، لأ، جمعهم حواليه وبيعلمهم يصدوا الكرة ازاي وعليه شوطة كرة ولا اجدحها لاعب. ياريت ده كان في ساحة المسجد، كان ممكن نعديها، لكن قدام المنبر وعلى سجادة المسجد تخيلوا يا جماعة. ده اللي حصل بالظبط في فيديو مدته 3 دقايق تقريبا، انتشر بسرعة البرق على السوشيال ميديا وسبب انزعاج وصدمة للجمهور. ايه هو الناس جرالها ايه؟ من فترة شيخ بيقرأ قرآن يلحنه ويتمايل يمين وشمال، والفرح والكوشة اللي اتعملوا على المنبر وغيرها وغيرها من الوقائع. ويبقى السؤال، فعلا هي الناس جرالها ايه؟ تخيل بعد ما كنا زمان الأب ياخد ابنه في ايده وهو رايح يصلي ويقعده جنبه علشان يعوده على الصلاة، لما الولد الصغير ده يشوف عكس اللي اتقاله من احترام لقدسية بيوت ربنا، وان في تعليمات اتعلمها ممنوع تتعمل في المسجد، وان المسجد للعبادة فقط، هيكون رد فعله ايه؟ مع انتشار الفيديو الدنيا قامت على الشيخ وعلى وزارة الاوقاف وطلبوا بمعاقبة الشيخ ده، والكل عايز يعرف ده حصل في مسجد ايه ومين الشيخ ده. الحقيقة ان الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف قال ان الوزارة فحصت الفيديو ده، وتبين من خلال الفحص ان الواقعة دي مش في مصر، وان الشيخ اللي ظهر في الفيديو ده اسمه محمد ابو القطع، وانه من مشايخ السنة في مدينة صيدا في لبنان. وبمتابعة صفحة الشيخ يتبين فعلا الفيديو تم تصويره باحد مساجد لبنان ومش في مصر، وان الفيديو ده قديم جدا من 2018 تقريبا، وانتشر الساعات اللي فاتت وعمل ضجة الكبيرة دي. بغض النظر عن المكان في مصر او بره مصر، كلها بيوت ربنا ومحدش يقبل اطلاقا ان يحصل وقائع من النوع ده جوه المسجد. وان طالما الشيخ رياضي قوي كده وعطوف على الصغار وبيلعب معاهم، خدهم واطلع على اقرب جنينة والعب زي ما تحب، وهو تبقى طبقت الدين المفروض عارفه وبتعلمه للاخرين. احنا عاوزين نعرف رأيكم في الوقائع اللي كل يوم والتاني تحصل جوه المساجد. حقيقي وقائع يشيب ليها الراس وبيعجز اللسان عن النطق لما نسمع عنها. أكيد شاركونا برأيكم في التعليقات.